السلام عليكم ورحمة الله، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وتكونوا متهنيين. والفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا قابلتكم طقم المطبخ نتاعنا كامل، حبيت تشوفوا اللون المار والباج كيفاه خرجوا، وانتم اكيد رايحين تخيروا اي لون تحبوه ولا اي لون تطلبوا منكم الكليون تاعكم. شوفوا البنات اللون الباج والمارو كيف خرجوا شابين بزاف بزاف. ثانيك حبيت نعطيكم يعني في اخر الفيديو راح نعطيكم شحال طقم الكوزينه شحال دالي من متر. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ينال رضاكم. البنات حبيت نجاوب على بعض الاخوات يعني قالوا لي بزاف يكتبوا لي في التعليقات شحال من متر في طقم المطبخ. رايح نقول لكم طقم المطبخ البنات راهو يختلف، يعني يختلف من يعني من طقم لطقم. قادرات كيما انا هكذا راهو خاصني ريدو تاع الكوزينه تاع سكاي، انا ما درتوش. شوفوا انا ما نقولكمش انا ضد الريدو تاع الكوزينه، انا مانيش كاين اخواتي يحبوا يديروا الريدو تاع الكوزينه. انا راح ندير لكم ان شاء الله في مرات جايه ان شاء الله راح ندير لكم ريدو تاع الكوزينه بسكاي. بصح كاين قلت لكم كاين اللي يحب يدير وكاين اللي ما يحبش يدير. كاين بزاف اخوات يعترضوا يقول لك احنا ما نديروش سكاي ريدو للكوزينه على خاطرش بلاستيك وتضرب في الشمس، وكل واحد يعني له الاختيار. لهنا حبيت نوري لكم برك البنات احنا واش درنا يعني في طقم المطبخ نتاعنا هذا، ورايحه نعطيكم شحال درت فيه من متر. لهنا انا درت بلونين، درت المارو ودرت الباج، درنا غلاف الثلاجه، درنا غلاف او لاناب تاع الميكرو اون، درنا غلافات تاع الكراسي اغلفة تاع الكراسي، درنا حمالة الاكياس، درنا ثانيك حمالة ورق الطهي كما راكم تشوفوا. خرجوا بزاف شابين، قلت لكم راح نعطيكم البنات نعطيكم شحال من متر تاع سكاي، وثانيك شحال يعني نعطيكم كامل السومة كاملة باش نتوما تعرفوا كيفاه تخدموا. وهذا كامل 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 يرجع لكم نتوما البنات، لانكم راهو سكاي يختلف من بلاصه لبلاصه. ثانيك درنا اليد نتاع الثلاجه كما راكم تشوفوا، ودرنا هذو المفارش مع حامله الملعقه والشوكه هذو، ودرنا لاناب تاعنا ثاني. انا البنات حبيت لهنا واحد الاخت قالت لي علاه ما خيطتيهمش، درت يعني حق الشوكه والمغرف وخيطتيهم. نقول لك انا حبيت نخليهم هكذا باش ندخل فيهم الطرشونه نتاع الكاغت، ما حبيتش ولا ولا الطرشون تاع السربيته يعني تاع الماكله عادي، نقدر نطبقها وندخلها من كي تكون مغلوقه يعني ما نخيطها كامل، مش رايح يدخل لي الطرشونه تاعي، مش باغي نحطها في جهه يعني منا ونديرها وندخل غير الشوكه والمغرف.
شوفوا لنا بتاعنا كيف خرج البنات. الوردة تجي لهنايا ولا البابيونة تجي هنا هكذا، تجي هنا البنات تخرج هايلة. وهاي البابيونة الثانية جات في